طبعا بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله ال11 الغاليه من قلب الوداد ومن قلب المغرب، وانتهت. نسمع عمرو اديب اللي بيهني بحرقه كبيره جدا 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 النادي الاهلي. المباراه والاهلي بعض افريقيا، بعض افريقيا يفوز بافريقيا، والتالتة يا اهلي والرابعة يا اهلي والخمسة يا اهلي. وتذكر ولا تتنكر، قلت لك اهلي واحد ماتش واحد جون واحد، تذكر ولا تتنكر. للأسف للأسف يا سادة، انا وشي حلو دايما على الاهلي، مش عارف ليه، مش عارف الحكاية دي جاية منين، انما انا قلت لك تذكر ولا تتنكر، لانه ناس كتير كتبت. قلت لكم الفرقه ديت بقالها 15 في زملكاويه كتير لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا بعد ما كانوا بيقفوا مع الوداد وصفحاتهم عماله، هتلاقيهم تسربوا كالجرذان الى الجحور. 15 واضحه اهي، مره ما اتغلبتش، 14 انتصار وتعادل، وده ال 16 التعادل الثاني من ال 16 ماتش. يفوز النادي الاهلي ضد الجمهور القوي العنيف اللي كان بيرمي شماريخ. وتذكر ولا تتنكر، قلت لك في اول الماتش ان الجمهور ده هيكون ليه تاثير غريب على المباراه، وضد الحكم الغير حريف، وقلت لك تذكر ان هذا الحكم هيؤثر على المباراه. وتحمر القاهره، القاهره الان حمراء. طبعا انتوا عارفين ان جمهور الاهلي في مصر اقليه، ورغم ذلك في ناس كتير بتجامل في الشوارع، وليله حمراء حتى الصباح كان الاهلي في اشد الاحتياج لبطوله افريقيه. الاهلي ليه يا عم الحاج؟ هو بقى له 20 سنه ما خدهاش، كان عنده هي سنه، هي سنه غير الدوري غير الكاس. الاهلي كان في دماغه يا جماعه يبقى احسن ناس في افريقيا، هو ده الاهلي طول عمرنا احسن ناس في افريقيا. طول مصر عمرنا كلها سعيده، وكل جماهير الاهلي من المحيط الى الخليج سعيده. مباراه صعبه، وكاد الاهلي ان هو يجيب جون تاني وتالت، ووصلوا لغاية الجون ويشوط مرة والتانية والتالتة وما تجيش، والأنفاس الأخيرة والراجل كان في فيديو النهاردة الصبح قلت الأهلي نتيجة 1-1 أو 3-1، التلاتة ضيع فرصهم شريف وعبد